بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها المصلون، الوطن، وما أدراكم ما الوطن؟ هو محاض الإنسان ومهد طفولته ومرتع صباه ومنبت رجولته ومستودع ذكرياته ومنطلق طموحاته. ولد على ترابه وعاش في أكنافه ونهل من خيراته وتفيأ ظلاله.